ما زال الاحتلال الإسرائيلي بيشن عدوان انتقامي في حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ده غير موجة اعتقالات غير مسبوقة شملت مئات الرجال والنساء من القطاع المحاصر بهدف تهجير إخواتنا الفلسطينيين من أرضهم. في المقابل بنشوف الشعب الفلسطيني صامد على أرضه بيواجه العدوان بكل ما أوتي من قوة علشان يحافظ على هذه الأرض. لأنه الجرائم لم تتوقف عند هذا الحد، لكن كمان موجة الاعتقالات وجرائم الحرب الإضافية بتؤكد الطابع الانتقامي والعنصري للعدوان، أيضا اختفاء وتشتيت شمل العائلات واحتجاز المدنيين خارج الإقليم المحتل مع التنكيل بهم. ده اللي هنعرفه مع حضراتكم من خلال ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واني كل التقدير طبعا لشخصك الكريم ولكل اهالينا في فلسطين. طيب في البدايه خليني اعرف من حضرتك الوضع على الارض في قطاع غزه، اخبار بتخرج من جانب الكيان المحتل وتحدثوا عن حتى يمكن من اخر او اهم الاخبار وابرزها فكره انسحاب لواء جولاني وهو يسمى ويلقب بلواء النخبه وقوات النخبه من قطاع غزه، ويوف جالانت تحدث انها استراحه محارب، وعلى الجانب الاخر تحدثنا عن ثلاثه من قاده هذا اللواء تم قتلهم بالفعل. طيب عايز اعرف من حضرتك ما يحدث في قطاع غزه، والحديث عن انهم ايضا سيطروا على حي الشجاعيه اللي كانت دايره فيه الحقيقه يمكن اشتباكات عنيفه جدا. يعني اولا نترحم على ارواح الشهداء. طبعا عدد الشهداء في ازدياد، اكثر من 21,000 شهيد خلافا ل 10,000 او ما يزيد تحت الانقاض، وجلهم من الاطفال والنساء والشيوخ، اكثر من 70% أطفال نساء شيوخ يعني تم استهدافهم بشكل مباشر، ويعني هذا بنك الأهداف الإسرائيلي كان الأطفال والنساء. إسرائيل تقاتل بكل قوة داخل قطاع غزة من أجل الانتقام وليس من أجل تحقيق أهداف. كل الأهداف التي رسمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فشلت، الهدف الأمني والعسكري والقضاء على حركة حماس أو إعادة المحتجزين، كل هذه الأهداف جملة وتفصيلا فشلت فيها إسرائيل. إسرائيل دمرت قطاع غزة ما يزيد من 75%، دمر شمال غزة والشجاعية والشيخ رضوان والشاطئ تم تدميرهم. الشجاعية تحديدا يعني هناك انتقام من الجيش الإسرائيلي لما حدث. يعني الشجاعية لها ذكريات كثيرة مع الجيش وتحديدا مع لواء جولاني في 2014 عندما قتل ما يزيد عن 14 جندي وأصيب العشرات في الحرب 2014، فكان الانتقام هو اللغة الموجودة لقائد جولاني الذي لواء جولاني الذي قتل في قبل أيام في معركة الشجاعية، وراح أكثر من 11 جندي ما بين ضابط وما بين لواء وما بين قائد. لواء جولاني يعتبر من الألوية الأولى في التأسيس قبل الحرب بثلاث أشهر، وهو يتكون من 8 كتائب، سمي بالاسم هذا نسبة إلى هضبة الجولان. أيضا في 7 أكتوبر قتل منهم يعني ما يزيد عن 70 أو 75 جندي في معركة طوفان الأقصى 7 أكتوبر 23. فكان الانتقام لغة سائدة لهذا اللواء الذي أعلن انسحابه مؤخرا ليس لإعادة الصفوف، لأنه بالفعل تلقى العديد من الضربات وقتل في قطاع غزة تحديدا منذ بداية الحملة لليوم 60 اللي هو آخر يوم كان له أكثر من 45 حسب الإحصائيات الإسرائيلية. ولكن أنت تعرف جيدا أن إسرائيل لم تعطي أرقام حقيقية، فبالتالي لواء جولاني حاول قائده أن يصأر لقتل زملائه في 2014 فقتل. والمعارك دائرة، الشجاعية يعني تقريبا الجيش الإسرائيلي بطائراته مسحت أغلب البنايات السكنية في منطقة الشجاعية انتقاما لقتل الجنود والكمان التي عدتها المقاومة
آنذاك. طيب فندم، هنتحدث عن فكرة السيطرة على حي الشجاعية بالتفصيل وتصحيح طبعا هذه الأخبار الواردة من جانب الكيان المحتل، لكن خلينا نروح نتابع مع حضرتك هذا التقرير. ويعني بعد شهرين من القتال العنيف أعلنت وسائل الإعلام العبرية سحب لواء جولاني من قطاع غزة كما ذكرنا لحضراتكم، ونقلت كمان القناة 13 الإسرائيلية أن جنود جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم، ده بعد أن تكبد هذا اللواء لواء جولاني خسائر كبيرة حيث قتل وأصيب المئات من ضباطه وجنود. ولكن وفقا للمحللين تراجع لواء جولاني ونتيجة لتكبده خسائر كبيرة بين عناصر أو عناصره القتالية العالية، عالية التدريب زي ما كنا بنتكلم حضراتكم، كفاءة عالية جدا، أيضا بيرجع لعدم قدرة دولة الاحتلال على خوض حروب طويلة. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. بعد شهرين على القتال العنيف أعلنت وسائل إعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي عن سحب لواء جولاني من قطاع غزة، وقد نقلت القناة 13 العبرية أن جنود جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم، وذلك بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة. قرار السحب جاء بعد أيام طويلة من القتال تكبدت فيه قوات اللواء المذكور خسائر كبيرة، حيث قتل وأصيب المئات من ضباطه وجنوده. جاءت هذه التطورات بعد أن اعترف جيش الاحتلال في 14 ديسمبر الجاري بأن ضابطاً يتولى قيادة كتيبة في لواء جولاني أصيب خلال انفجار وقع في قطاع غزة، وقال في بيان حينها إن قائد قاعدة التدريب في لواء جولاني المقدم شاعر بركاي أصيب بجروح متوسطة في جنوب القطاع، مضيفاً أن بركاي أصيب خلال الانفجار الذي أصيب فيه أيضاً 5 جنود آخرون بجروح وصفت بالخطيرة. جاء هذا التطور بعد يوم من إعلان جيش دولة الاحتلال مقتل 10 من جنوده وضباطه، 8 منهم من الكتيبة 12 في لواء جولاني. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علق على مقتل جنود لواء جولاني خلال كمين في الشجاعية بأنه حادث صعب. ووفقاً للمحللين فإن الإعلان عن سحب لواء جولاني بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 60 يوماً من الحرب جاء بعد تكبدها الكثير من الخسائر ما بين قتيل وجريح، على عكس ما يقال بوسائل الإعلام العبري بأنه تم إخراجها لإعادة تنظيم صفوفها ثم إعادتها مرة أخرى. كما أن هناك قوات أخرى يفكر الجيش الإسرائيلي في سحبها من غزة على رأسها لواء جعفاتي، خاصة وأن جيش الاحتلال لجأ لكل ما لديه من سلاح وقوات في حربه على غزة التي يستهدف فيها القضاء التام على حركة حماس. كما يرجع سحب لواء جولاني من غزة أيضاً إلى أن هذا الجيش لم يعتد على حروب طويلة، وبالتالي فإن فترة بقائه لمدة 2 شهر في منطقة اشتباكات هي أمر مرهق جداً بالنسبة له. وبالعودة بالتاريخ إلى الوراء يتبين أن الجيش الإسرائيلي لم يعتد الحروب الطويلة مثل من سحب في حرب لبنان عام 2006 مع حزب الله اللبناني. من هنا يتضح أنه جيش مرهق، وهو ما تدركه المقاومة الفلسطينية، وبأنه كلما طال أمد الحرب كان لجيش الاحتلال مشكلة في ذلك، لأن هذه الحروب الشعبية مرهقة لهم بشكل كبير مادياً وبشرياً مثلما حدث مع مقاتلي لواء جولاني. ويعرف اللواء جولاني بأنه اللواء رقم 1 في إسرائيل لأنه أول لواء انضم إلى جيش الاحتلال، وهو أحد ألوية ما يسمى النخبة، وتم تأسيسه في 22 فبراير عام 1948 عندما تم تقسيم لواء جعفاتي، وهو أحد أهم وأقوى ألوية النخبة في إسرائيل. يعني أسئلة كتير جدا ربما بتدور حوالين أن دولة الاحتلال تقدر أنها تعلن انسحاب لواء زي لواء جولاني، وهو يعني لواء ربما يكون لواء مخضرم في عدد كبير من الحروب. نرجع مرة تانية لحضرتك يا دكتور، وربما السؤال اللي كنت بنتكلم فيه مع حضرتك أن لواء جولاني مؤسس من 48 خاض عدد كبير من العمليات العسكرية مش بس مع الجيش بصفته أحد أهم ألوية الكوماندوز داخل دولة الاحتلال، ولكن عمل عمليات نوعية خارج الحدود زي عملية عنتيبي، زي دخوله في لبنان سنة 78، طبعا بخلاف الاستنزاف والعدوان الثلاثي وكل الحروب اللي خاضها مع الجيش الإسرائيلي. أن تقوم دولة الاحتلال بإعلان انسحاب لواء جولاني من قطاع غزة
ده أمر معنويا على جنودها ودولتها ليس بالشيء الهين، رغم ان هو بيقول ان هو هيعلن من اجل اعاده تنظيم صفوف ويعود مره اخرى. تعليق حضرتك. يعني شوف، اولا اعلان اسرائيل سحب لواء جولاني نظرا للضربات المتتاليه التي وجهتها المقاومه لهذا اللواء، فبالتالي هذا اللواء يعتبر من الالويه الاولى في التاسيس في اسرائيل قبل حرب 48 بثلاث أشهر، وسمي نسبة لهضبة الجولان، وخاض العديد من الحروب، كان أولها 48 وحرب 56 وحرب 67 و73 و82 وأيضا 2000 و2006 في لبنان، والعديد من مراحل العدوان على قطاع غزة كان مشارك فيها، وكان بخلاف العمليات النوعية خارج الحدود، خلاف النوعيات العمليات النوعية التي كلف بها لأنه من الألوية النخبة والأولى في إسرائيل. وأيضا في عام 2014 كانت هناك خسائر كبيرة لهذا اللواء، وجاء قائد اللواء ليعلن بأنه سينتقم لهذا اللواء لواء غولاني لما حدث في 2014 عندما قتل ما يزيد عن 14 جندي في معركة الشجاعية، ووقع في هذا الكمين أيضا أكثر من 11 جندي ما بين قائد ورقيب والعديد من القادة داخل هذا اللواء. انسحاب هذا اللواء له أهداف، يعني أولا نفسية، الجيش تعرض لضغوط نفسية من شدة المقاومة في الشجاعية وفي قطاع غزة بشكل عام، فبالتالي خوف على هذا الجيش تم سحبه بعد 60 يوم من القتال داخل قطاع غزة. وللعلم هو فقد في غلاف غزة في حرب أو في معركة الطوفان الأقصى أكثر من 70 حسب ما وردته الأنباء الإسرائيلية، وفقد في قطاع غزة في المعارك الدائرة فقد أكثر من 45، فبالتالي هذه النسبة كبيرة، يعني جيش يفقد أكثر من 40% من قوته العسكرية والعتاد. ولهذا يعتمد على المرتزقة، وفي يعني تقارير دولية تحدثت أو صحف، يعني المرتزقة في الجيش بشكل يعني شامل أو عام، من فرنسا، من أوكرانيا، من روسيا، من بولندا، من العديد من الدول التي تأخذ الجنسية الإسرائيلية وتلتزم في الجيش الإسرائيلي. المرتزقة لهم أدوار، هناك مافيا أيضا هي التي تشغل هؤلاء المرتزقة وترسلهم إلى إسرائيل ليقاتلوا مقابل يعني مبلغ ما يقارب 4000 إلى 4500 دولار، فبالتالي عندما يأخذ 4500 دولار خلف المكافآت وخلف الأمور الأخرى التي يأخذها من المحتل الإسرائيلي، فهذا شيء كبير بالنسبة لهذا الجندي، ولا يعنيه إلا تنفيذ التعليمات والقتل. يعني كل فرد إسرائيلي يعتبر جندي، حتى المستوطنين بيتم تسليحهم وبيعتدوا أيضا على الفلسطينيين. المستوطنين تم تسليحهم ب 250 ألف قطعة سلاح بن غفير أعلنها، وفي وتم إعلانها في التلفزيون الإسرائيلي أثناء تسليم المستوطنين. الضفة الغربية تعاني طبعاً الكثير من الإعدامات والقتل، ما يزيد من 7 أكتوبر حتى اللحظة ما يزيد عن 300 شهيد داخل الضفة الغربية. صحيح. منذ بداية العدوان على غزة، وأكثر من 4500 معتقل أيضا. صحيح. ضمن السياسة التدميرية في الضفة الغربية، ويعني تنفيذ شيء مماثل لما يحدث في قطاع غزة تنفيذه في الضفة الغربية. يعني هذا اللواء، نرجع إلى اللواء يعتبر من الألوية الأولى في إسرائيل، وبالتالي سحبه حفاظا على هيبة هذا اللواء، مع أنهم أظهروا أنهم يعني سعادة بالغة، السعادة البالغة لأنهم هربوا من جحيم المقاومة ومن فواهة البنادق للمقاومة داخل قطاع غزة، فبالتالي انسحابهم كان لهم يعني طوق نجاة من القتل المستمر
في قطاع غزة. زي ما حضرتك تحدثت، حتى السيطرة على حي الشجاعية هي سيطرة جوية ليست برية بأي شكل من الأشكال. لا، هناك سيطرة برية أيضا في الشجاعية، نظرا لأن إسرائيل قبل أيام أعلنت وعبر الشاشات بتدمير أكثر من 56 منزل صحيح دفعة واحدة. هذا انتقام، يعني هذه ليست حرب طبعاً. صحيح. والذي يحدث في قطاع غزة ليس بحرب عادية، لم يحدث في التاريخ الحديث حرب مثل ما حدثت في قطاع غزة. أكثر من 75 بل يزيد عن 90% من المناطق في شمال غزة وغزة مدمرة، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية في أسبوعين دمر ما يزيد عن 30%، بالإضافة إلى المجاعة التي تحدث في قطاع غزة بسبب شح المياه والأكل وبسبب انتشار البكتيريا والأمراض. كل هذه يعني إسرائيل مارست نوعين من القتل، قتل بالصواريخ وقتل بالتجويع. طبعا دكتور ماهر، اسمح لي كمان أسأل حضرتك عن نقطة مهمة جدا، وهناك حديث يخرج عن هدنة إنسانية مرة أخرى في قطاع غزة. سؤال حضرتك، شكل الهدنة متوقع إن شاء الله، يعني بإذن الله إن هي تطبق قريبا، ولكن شكل الهدنة إن طبقت فعلا وإن تم الاتفاق عليها شكلها عامل إزاي؟ هل الظروف تشبه ظروف الهدنة الماضية؟ من له اليد الطولة أو من له أو من يملي شروطه بشكل أكثر؟ يعني أولا إسرائيل جاهزة لهذه الهدنة أن تقبل بها، ولكن هناك سقف من الطلبات لدى المقاومة أو لدى حركة حماس. والسقف أول شيء طلب هو وقف إطلاق النار، وهذا شيء مهم جدا، وإحنا لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لها أكثر من 5 أيام وهي تغير في صيغة البيان، وبعد أن كان وقف إطلاق نار أبدلته بإدخال المساعدات. ما المساعدات بتدخل وتدخل على الجانب الإسرائيلي ويتم تفتيشها وتدخل بالقطارة. يعني لو تحدثنا عن المساعدات لا يزيد عن 10% صحيح دخلت قطاع غزة. قطاع غزة 2,300,000، مساحته 360 كيلو متر مربع، طوله 45، عرضه في بعض المناطق 7 وبعض المناطق 12 كيلو متر. يعني هذا القطاع الصغير الذي كان تدخل إليه أكثر من 500 شحنة يوميا تدخل عليه لا يزيد عن 10%. فبالتالي موضوع الهدنة مهم جدا، أن يلتقط الأنفاس الشعب الفلسطيني وأن يلملم الجراح وأن يلملم يعني الشهداء في الطرقات بالعشرات بل بالمئات في شوارع قطاع غزة. الهدنة تختلف عن الهدنة السابقة. ليه؟ لأن الهدنة هذه مهمة جدا وفيها جنود وفيها ضباط وفيها يعني نساء مجندات صحيح. داخل يعني 135 أسير أو محتجز للمقاومة، ستكون الدفعة الأولى 40 أسير إسرائيلي مقابل يا 400 يا 300. إسرائيل تشترط 3 أسماء، مروان البرغوثي ونائل البرغوثي وأحمد السعدات. مروان البرغوثي اسم لامع، قائد فتحاوي مناضل، ربما انخرج وبعد أن تكون الأمور مواتية أن يكون هو الرئيس المنتظر للشعب الفلسطيني إن كان هناك. تم ترشيحه أكثر من مرة في أكثر بالفعل، لأنه هو قائد معروف عليه إجماع شعبي أولا. فبالتالي الهدنة هذه الهدنة تختلف، ربما تمتد لأسبوعين أو ل4 أسابيع، ولكن المقاومة تشترط بأن يكون هناك وقف إطلاق النار لكي يتم تجميع هؤلاء الأسرى، لأن الأسرى يعني جلهم مع حركة حماس والبعض الآخر مع الفصائل. والجهاد الإسلامي تحدث أيضا وقال أن الصفقة الكبرى ستكون الكل بالكل، تبييض السجون. للعلم أن في السجون الإسرائيلية أكثر من 5,600 أسير فلسطيني، محكوميات مختلفة، مؤبدات. أيضا تم اعتقال 4,500 لسه حول حضرتك 4,000 ده غير بتوع الضفه بس 4,000 4,500 الضفه دول حديث ده حديث يعني من 7 اكتوبر بالظبط. غزه فيها اكثر من 2000 محتجز واسير. اسرائيل تغير الصوره بان هؤلاء الاسرى
هم قادة المقاومة، هم مسلحين، ولكن الصور تأتي بأطباء، بمدنيين، بناس كانت محتجزة في بيوتها تم اعتقالها ونقلها إلى سجون داخل إسرائيل. إسرائيل تحاول أن تجمل الصورة، أن تصدق كذبتها منذ البداية، وتختلق بأن هؤلاء هم من منتسبي الأجهزة الأمنية في حركة حماس، أي، والمسلحين والمقاومين تم اعتقالهم. كما يتحدث مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن اعتقلنا 2000 مقاتل أو 2000 مقاوم فلسطيني، وكل الذين اعتقلوا هم أغلبهم نسبة 99% مدنيين. فبالتالي إسرائيل تحاول أن ترفع من معنويات الجيش بأنه تم اعتقال، وتوضح للصورة بأنهم يستهدفون المقاومون ولا يستهدفون المدنيين، والعكس، تم استهداف المستشفيات والمدارس، أكثر المساجد أيضا، أكثر من 110 مسجدا. المستشفيات خرجت أغلبها عن الخدمة. صحيح. المستشفى كمال عدوان تم ارتكاب فيه مجازر. صحيح. وتم دهس الجرحى والمرضى والشهداء بالدبابات. صحيح. يعني الجيش يقوم بعمليات انتقام في ظل الفشل في تحقيق الهدف المأمول من العدوان على غزة. كل الشكر والتحية لحضرتك والتقدير لشخصك الكريم وللشعب الفلسطيني عن صموده وعن وجوده في هذه المعركة وعن كل ما قدم من تضحيات، من أسرى، من هدم منازل. يعني كل التحية والتقدير لكل أبنائنا من أبناء الشعب الفلسطيني. شكرا لك يا دكتور ماهر. دكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، نورتنا وشرفتنا يا فندم في استوديو. صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك يا فندم.